والآن مع بعض النماذج المشرفة لسيدات مصريات صاحبات إنجازات وطنية ودولية. اسم الدكتورة فرخندة حسن، سياسية وأكاديمية، أحد أهم رموز العمل النسائي في مصر والعالم العربي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، حاصلة على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى في عام 1980، تتسلمها ابنتها المحامية منى ذو الفقار، مؤسسة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للمجموعة المالية إرمس القابضة، أول محامي مصري وأول امرأة تحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من IFLR عام 2020. تم تصنيفها بقوائم مجلة فوربس العالمية للنساء الأقوى تأثيراً في مصر والشرق الأوسط خلال السنوات العديدة الماضية حتى 2021. بركة دعاكي تحمي روحي وتعلي اسمي، وانداقت بيا يما بلقى في حضنك براح.
الفنانة فريدة فهمي، مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية في مصر والشرق الأوسط، وهي فرقة رضا للفنون الشعبية، والتي نجحت في تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها. الدكتورة لميس جابر، طبيبة وكاتبة وأديبة مصرية، واحدة من أشهر الروائيات المصريات، اشتهرت بكتابتها السياسية والثقافية والتاريخية. تم تعيينها بمجلس النواب في عام 2015 وتعمل كطبيبة إلى الآن بجانب عملها كصحفية وكاتبة. الأستاذة فريدة الشباشي، كاتبة صحفية ومن أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي، رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري في 12 يناير 2021. الدكتورة ميرفت أخنوخ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيسة مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، ساهمت في العديد من المشروعات، منها تدريب القيادات النسائية ورعاية الفتيات في الأحياء الشعبية وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك مشروعات الكنيسة العامة مثل المركز الطبي.